السلام عليكم وكل عام وانتم بألف خير. سنة جديدة ويا رب تتحقق فيها أحلامكم، وإن شاء الله تكون أفضل من السنة اللي مرت بكثير وتكون سنة خير وبركة وفرح لكم. هذا ثالث مقطع في هاليوم، وأعتذر لو ثقلت عليكم بس والله حماس زايد وحبيت أنزل مقطع ثالث، ومتحمس لبكرة واحد واحد لأن تاريخ ميلادي كمان، وبصير أخيرا رسميا 19 سنة. وحبيت أشكركم على دعمكم الخيالي، شيء مرة قوي أكثر من أي شيء كنت أحلم فيه. وفي مقطع اليوم راح أبدأ سلسلة جديدة وهي توب 5 أو توب 10، واليوم بيكون توب 5 لأفضل 5 خرائط للعب وتسلية في فورتنايت. راح نبدأ من رقم 5 لين الخريطة الأفضل واللي هي رقم 1 على حسب تصنيفي. لا تنسوا الاشتراك وخليكم مع المقطع. في البداية راح اكتب لكم كود كل جزيرة في الكومنت المثبت وفي الوصف كمان، فتقدروا تاخذوا صورة للأكواد وفي أي وقت حبيتوا تتسلوا الأرقام بتكون معكم، ولازم تعرفوا أنكم لازم تسووا ستارت جيم لما تدخلوا لأي خريطة عشان تقدروا تلعبوا. ومعنا في رقم 5 جزيرة كثير مميزة وفكرتها حلوة كثير، وهي عبارة عن متاهة تجيب لك المرض. المتاهة هذه كلها أفخاخ وأماكن تدوخ وأسلحة وكثير أشياء، والحلو فيها أن 16 لاعب يقدروا يدخلوها بنفس الوقت ويلعبوا ضد بعض. صراحة أنا تعبت وأنا أحاول أعدي كل المراحل لأن الأفخاخ تكون في أماكن ما تتوقعها، وغير كذا تحس أنك تمشي وتمشي وفي الآخر ترجع لنفس المكان. دام إيش هذا اللي صممها حب يجيب لك المرض، وما أدري الحين لو فيها مخرج أو لا. المهم بحط لكم كودها في الكومنت المثبت، لو أحد منكم خلصها اكتبونا في التعليقات. رقم 4 جزيرة بفكرة مختلفة على آخر. معنا هنا جزيرة الغابات ما أدري إيش. الجزيرة هذه تستحق أنها تكون معنا لأن اللي صممها بجد سوى شيء مو طبيعي. صممها في 60 إلى 70 ساعة تقريبا، كل شيء حطه كان مدروس وكان بدقة. يعني المدينة تحس فيها لمسة خاصة، بتلاحظ هالشيء أول ما تدخل على طول، بجد شيء أسطوري متعوب عليه. وفكرتها إنك تلعب هايد أند سيك، يعني شرطة وحرامي، واحد من اللاعبين يمسك الفاس وباقي اللاعبين يتخبوا، واللاعب هذا يبدأ يدور عليهم، وإذا لقى واحد وقدر يضربه بالفاس فاللي انضرب يخسر ويتحول لشرطة ويبدأوا يدوروا على باقي اللاعبين. شيء مسلي صراحة. أو تقدر تلعب بشكل طبيعي وتشيل أسلحة وتبدأوا تتحاربوا بدون بناء، وصراحة شيء مرة خطير. رقم 3 بتلاحظوا اني حبيت انوع لكم بشكل كبير، لايك على المقطع لو تقدر المجهود. وهذه الخريطة الخرافية هنا عبارة عن خريطة سنايبر، وبجد شيء روعة روعة. الخريطة هذه مصممة على اسلوب الليجو، يعني المكعبات تحسها خريطة بسيطة كثير بس راح تجذبك بشكل مو طبيعي عشان تلعبها. تخيل تدخل مع اصحابك في المكان وتبدأ تتضربوا بالسنايبرات، بجد شيء مسلي. خريطة حلوة وتستحق انها تكون رقم 3. رقم 2 خريطة الأساطير. تحب تلعب كاونتر سترايك وفورتنايت ومحتار شو تختار؟ ليش ما تلعب 2 في 1؟ الخريطة هذه مصممة بشكل كامل عشان تكون أقرب شيء للخريطة المشهورة في كاونتر سترايك واللي هي ديداس 2. بجد اللي صممها تعب بشكل مو طبيعي، وبتلاحظ كثير من التفاصيل. طبعا بتكون عبارة عن فريقين، ولما تسوي ستارت جيم وتروح لللامات وتاخذ الأسلحة على طول وتبدأ الحرب ضد الفريق الثاني. هذه الخريطة روعة بجد وتستحق رقم 2. رقم 1 والخريطة الأخيرة أكثر خريطة مسلية لعبتها للحين لأنها كثير بسيطة بس مسلية بشكل مو طبيعي، وهي خريطة السنايبرز ضد الراكضين. ما لقيت اسم أحلى. الفكرة خرافية بجد. ادخل أنت وأصحابك ولما تسوي ستارت جيم راح يوزعكم بشكل عشوائي، إما لتحت عند الراكضين أو فوق عند القناصين. والفكرة أن فريق الراكضين لازم يسوي خطة عشان يعدوا كل المراحل الصعبة ويوصلوا لفوق للمكان النهائي في 5 دقائق، ولو واحد وصل فيهم فهم بيفوزوا في الجيم. وطبعا فريق القناصين لازم يمنع هالشيء ولازم يشيلوا السنايبرات ويحاولوا يقتلوا اللاعبين اللي تحت عشان ما يوصلوا لفوق ويفوزوا في الجيم. نفس ما قلت لكم خريطه مسليه كثير، احلى خريطه لعبتها للحين. اكتب لي في التعليقات شو اكثر خريطه عجبتك وليش. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك بالقناه، واكتبوا لو انكم تبدوا تشوفوا فقرات توب 5 وعن شو بالضبط. واشوفكم السنه الجايه ومع السلامه. ادري سخيفه بس اوكي، مع السلامه.